يسرنا أعزائي المشاهدين أن نرحب أجمل ترحيب بضيف جديد في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطنية. في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم الأستاذ عبد المهدي الفاعوري، صاحب مؤسس عبد المهدي الفاعوري. بداية مساء الخير أستاذ. أهلا وسهلا يا متى. نورنا عبر قناة دوسات التلفزيون. أهلا وسهلا فيكم نور. أستاذ عبد المهدي، أنت أشرف أن تعرف في مؤسسة عبد المهدي الفاعوري. بداية بنحب نعرف السادة المشاهدين حضرتك أكثر، ومتى تم تأسيس المحل؟ تأسيس المحل من 4 سنوات. أسسنا وبلشنا نشتغل، ونشتغل مع شركات يعني متوسطة، وبعدين انتقلنا نشتغل مع شركات أكبر رئيسية. أنا عبد المهدي الفاعوري، صاحب مؤسسة عبد المهدي الفاعوري، متزوج وعندي 4 أولاد. الله يخلي لك يا عم يا رب. تأسست قبل 4 سنين حكيت الأستاذ عبد المهدي. تأسست قبل 4 سنين. إن شاء الله بالتوفيق. أستاذ عبد المهدي، بنحب نعرف السادة المشاهدين الخدمات اللي بتقدموها، المواد ما بتم استيرادها. نقدم للمواطنين أجهزة كهربائية، نأخذ من الأسواق الأردنية. استيراد ما فيش عندنا لحد هسه استيراد. من المحلات بالأردن بتم. من المحلات اللي بيعوا الجملة والشركات الرئيسية. بالتوفيق. أستاذ عبد المهدي، يعني جميع ما يحتاجه المواطن بيته متواجد في المحل؟ نعم. أستاذ عبد المهدي، أي مشروع إلا ما يواجه صعوبات ومشاكل، ما هي مشاكل ومعوقات اللي واجهتها في العمل؟ والله إحنا كل المشاكل نواجهها في العمل. إحنا قبل شغلة الأجهزة الكهربائية كنا نشتغل بمجال السيارات، فواجهنا صعوبة بمجال السيارات لأنه ارتفع الجمرك وحددوا موديلات السيارات. قبل كنا نأخذ سيارات من 73 إلى 74 وفوق، لغاية مثلا على مستوى لغاية مثلا 2004. فبعدين لما حددوا موديلات السيارات بطلنا نقدر نشتغل لأنه المنطقة تبعنا هاي ضعيفة، فاتجهنا للأجهزة الكهربائية. الأجهزة الكهربائية بيقدر الواحد يشتغل فيها على أساس أنه في أجهزة رخيصة في أجهزة غالية، فحسب ما بده المواطن احنا إن شاء الله. أستاذ عبد المهدي، حدثنا عن تطور هذا القطاع، كيف بتشوفه؟ والله جامد، ما في حركة. والله ما في حركة إن شاء الله. أستاذ عبد المهدي، كيف بتشوف إقبال المواطنين؟ والله ضعيف، مرة ضعيف والله، لأنه في عند المواطن زي ما بتقول يعني إحنا نشتغل هنا على أساس إنه موظفين دولة بسيطين، يعني اللي لا يتجاوز راتبه عن 400 دينار. ومن المنطقة شعبية. منطقة شعبية. تيجي على المواطن بتلاقيه مثلاً دوبه مشي حاله على أساس إنه بحرك راتبه من هون لهون لهون لهون. وبيمشي حاله ان شاء الله. استاذ عبد المهدي، نتحدث عن نعمه الامن والامان. احنا بنعم نعمه امن وامان، هاي المنظومه بتميز الاردن عن باقي الدول، ايش بتعني لك هاي النعمه؟ هاي احنا بتعني لنا كل شيء، كل شيء الحمد لله على نعمه الامن والامان. شايف، واحنا يعني مشكلتنا انه احنا ناس طيبين كاردنيين، شايف، ومهما نتحمل من صعوبات، شايف، وبنواجه نعمة الأمن والأمان بنكون مرتاحين نفسيا. أكيد الله يديم علينا أستاذ عبد المهدي. طبعا هاي الفضل اللي هي لجلالة الملك، الحمد لله القيادة الرسمية والمواطنة. أستاذ عبد المهدي، مثل ما بنعرف جلالة الملك قريب من الشعب، لو حالفك لحظة التقيت بجلالة الملك شو بتحب تحكي له؟ والله شو بدي أحكي له، بدي أقول له يعني الله يخليك لهالبلد، شايف، واحنا ما دام انت موجود احنا نكون بنعمه وامان ان شاء الله يا رب. الله يطول بعمره يا رب، ودي معنا نعمه الامن والامان، واحنا بنتمنى السلام لجميع الدول العربيه. امين. استاذ عبد المهدي، بنحب نعرف الساده المشاهدين اين موقع المحل وارقام الهاتف. موقع المحل شارع مادبه، مثلث السوق المركزي، تليفون 079 517 1615.
بالتوفيق يا رب. الله. وفي نهاية هذه اللقاء أعزائي المشاهدين، نتقدم بجزيل الشكر للعرفان الأستاذ عبد المهدي الفاوري على تواصل ودعم لهذه البرنامج. بشكرك أستاذ عبد المهدي.